الآن لدينا تدريبات الكتاب، لنقوم بفتح الكتاب لحل التدريبات. السؤال الأول: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ما بين القوسين. الكلمات: حفاظا، رفقا، طلبا، ترويجا، استعدادا. ألف: وزعت الشركة المنتوج على الفرق الكشفية ترويجا له. استيقظت العائلة مبكرا استعدادا للذهاب في رحلة ممتعة. جيم: نساعد كبار السن رفقا بهم. دال: نأتي إلى المدرسة طلبا للعلم. ها: لا ترمي الأوراق على الأرض حفاظا على النظافة. نلاحظ بأن الكلمات التي وضعناها في الفراغات جميعها عبارة عن مفعول لأجله، لأنها جميع الكلمات بيّنت سبب حدوث الفعل. ننتقل إلى السؤال الثاني: املأ الفراغ بما يناسب على نمط المثال. مثال: فتحت الأم النافذة تجديدا للهواء. نلاحظ أن كلمة تجديدا جاءت سبب لحدوث الفعل. لماذا فتحت الأم النافذة؟ الإجابة تجديدا، إذن تعرب مفعول لأجله. ألف: سجدت فراغ لله، نريد أن نضع مفعول لأجله. الإجابة شكرا، سجدت شكرا لله، أو طاعة لله، أو مرضاة لله. ب: أقف فراغ لعلم بلادي، أقف احتراما لعلم بلادي، أو اعتزازا لعلم بلادي، أو فخرا لعلم بلادي. جيم: نزرع الأشجار فراغ على البيئة، نزرع الأشجار حفاظا على البيئة. دال: ينظم شرطي المرور السير فراغ للحوادث، ينظم شرطي المرور السير منعا للحوادث، أو تقليلا للحوادث، أو تجنبا للحوادث. السؤال الثالث: اسأل زميلك شفويا سؤالا يبدأ بلماذا على كل من الجمل الآتية حسب المثال. مثال: تستخدم المصانع الحاسوب توفيرا للوقت والجهد. السؤال: لماذا تستخدم المصانع الحاسوب؟ الإجابة توفيرا، إذا توفيرا هي مفعول لأجله منصوب، لأنها بيّنت سبب حدوث الفعل وسألت عنها بلماذا. ألف: سعى الرجل في البلاد طلبا للرزق. لماذا سعى الرجل في البلاد؟ الإجابة طلبا، إذا طلبا مفعول لأجله أيضا. ب: عاقب القاضي المذنب تأديبا له. لماذا عاقب القاضي المذنب؟ الإجابة تأديبا، إذا تأديبا مفعول لأجله. جيم: يتعاون أبناء الأردن حبا للوطن. لماذا يتعاون أبناء الأردن؟ الإجابة حبا، إذا حبا مفعول لأجله منصوب. هكذا نكون قد انتهينا من حل تدريبات الكتاب، وأرجو منكم يا طلابي أن تقوموا بنقل الإجابات على الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.